اتواصل معاكم مشاهدينا الكرام عبر صباح الشروق، وخليكم معنا دايما. ارتحل مع زميلنا ناجي فاروق. قرية صلب بشمالي السودان هي قرية ترقد على ضفاف النيل، مستلهمة الإباء والشموخ من جريان نيلها وعزة نخيلها. تقع صلب على الضفة اليسرى للنيل على بعد 40 كيلومتر جنوب مدينة عبري. عدد سكانها يقدر بحوالي 1000 نسمة، معظمهم يمتهنون الزراعة والرعي، وهي قرية تاريخية قديمة ما زالت محتفظة ببعض عبق تكوينها الأول. فالعمارة الطينية تأخذ الحيز الأكبر من ملامح القرية وتجسد الأصالة بالرغم من التقدم الهائل في تقنيات ومواد البناء الحديث. البيت النوبي، بيت الطين في قرية صلب، هو بيت بسيط في تصميمه، مهيئ ليتناسب مع المناخ العام. فأبدعت المرأة النوبية في رسم لوحات فنية زاهية على الجدران، وككل النوبيين تستقبل قرية الصلب ضيوفها بموائد الكرم والاحتفاء والتقدير. فالضيف عندهم هدية السماء. وصلب مجتمع مترابط ومتكاتف كأسرة واحدة، وكغيرها من المناطق النوبية شهدت موجات هجرات في داخل السودان وخارجه، ويعتزون جدا بلغتهم النوبية، ولا تكاد تجد سكانا من قبائل أخرى إن سهرت وسكنت في منطقتهم. وقرية صلب تعتبر آخر منطقة للمحس من الناحية الشمالية الغربية للنيل، فبعدها مباشرة تبدأ مناطق السكوت. وصلب تمتد من الآسرات جنوبا حدود عقولة إلى حدود نلوى، وهذه المسافة تقريبا زي 8 كيلو أو أكثر. بعد جبل دوشة هي أكثر من 5 بوابين شغالة، هي كبيرة جدا والحمد لله. الناس طبعا هنا عدد السكان تقريبا الناس الموجودين غير اللي في الخارج وغير اللي في الخرطوم حوالي 1350 عدد السكان الموجودين حاليا. و طبعا بيعملوا بالزراعة، قمح، فول، خضروات، والنخيل طبعا هي الثروة الأساسية حقتهم. يعتبر معبد آمون بالموقع الأثري بصلب من أهم المعالم الأثرية بالمنطقة. قام بتشييده أمنتحب الثالث في القرن 14 قبل الميلاد، وهنا تظهر أروع فترات الفن المصري والنوبي. ويتكون المعبد من ممر وأربع غرف رئيسية وقدس الأقداس. هذه هي قرية الصلب، تبدو بكل ملامحها الثقافية والتاريخية والتراثية، شامخة كشموخ جبل دوشة. ناجي فاروق، الولايات الشمالية، محلية الدلقو، منطقة صلب.